طبعا والله ما قصرتوا أبطال وبينتوا إنكم سباع، مقطعين جبنا تقريبا بالألف مشترك، فرحتوني ربي يفرحكم بالدنيا وبالآخر. هسه تقريبا قناتي بيها 750 مقطع، ويجيني واحد يقول ليش تنشر قناتك وتكتب أنا هيجي. طبعا أنا ما يعرفني، بديت 2013 باليوتيوب، من ذاك الوقت لهسه أنا أتعب وأنشر، وهاي احترقت عدة قنوات وظليت مستمر، وأبد ما حصل الدعم مثل هاي الفترة. والله كلكم على رأسي، وهذا فضلكم ما أنسى. فالمقطع هذا راح يكون عن ببجي، أتمنى تدوس لايك وتشترك بالقناة، استمر بدعمكم نستمر وياكم. يلا ننزل بالعاصمة. بوستن حبيبي بوستن بس كده حواشي حمد انا قلت 13 كبر 4 ثلاث كبر 4 هذا لا ما هذا جدي عندي كابتن دور دور مغر للحياة تجي هنا روح طق دوق الاخضر بس مو اعطي الكهرباء ولك زلقت يا ابوي زلق الزلقة بين شو اسمه بين الخشب هذا 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 دير بالك تعال تعال سجاد سجاد تعال تعال طب تعال اجي 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 طبلي طبلي سجاد واحد يطبلي واحد يطبلي واحد يطبلي واحد يطبلي واحد يطبلي واحد يطبلي لك واحد يطبلي ينقذني راح اموت تعال تعال خلص تعال واحد واحد ايه رقم واحد باقى لك باقى سبع ولا ادري بيه عرفت اطوب البند جات يا ولد تعال تعال شوف لك حرقناهم حرق والله باقر يلعب يا ابوي انا اجيب لك لاعب ما يلعب انا اجيب لك لاعب نوب بعته ضربت ثلاث ضربات وما وينها؟ لك ند زبالة وين هو؟ اقبالك اقبالك ولك ولك انت؟ لك مس ما قاعد اسلاح منكم وش؟ لك ما قاعد ما قاعد اطلع سلاح خرب يومه لك شنو قصة جاد ما قاعد اطلع سلاح عاطل اسلاح هاي السلاح سلاح هذا كنا جني كنا جني ليش يجون ليش يجون كل شي ما لعبت انا هذا اللي ما عاد الكاتي مضوج ما تعرفه منين والله سبع الو انت شنو انت بقى بس لاعب ماني مبهمات هذا اقوى واحد كان بيه هبا انا دبدندر يعني هذا رقم واحد رقم شوف خاتل هنا شوف وراك شوف وراك بالحاوية ماكو ماكو باخر وراك وراك شوفه هنا ظهرني وعلى الدارج بس يطلع خاتي لا تخاف خاف هنا انا عرفته سجاد يشرب قواطي يشرب قواطي ما عنده حتى اي قطي تدري ابو
وي الزون راح يطوف دير باك مخاف يلعب وياكم اصغر زون ويقتلكم فيه صيروا سوية الزوان لقدر والله سبع ولا انا كش ما لعبت بس ستة ذي طبق بس باقي خطن لو راح نبطع حول الاول واحد انا تدري لو لا انقص واحد بس بالتقييم Thank you.